لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا نتحدث عن فريضة الحج، وهي الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده قربة له سبحانه، وعمارة لبيته الحرام الذي رفع إبراهيم قواعده كما أمره الله سبحانه وتعالى، وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج لكي يأتوا من كل فج عميق، على كل ضامر ورجالا على أرجلهم يبغون بيت الله الحرام، يحدوهم الشوق والحنين إلى هذه البقعة المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وحولها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حج حجة واحدة، وهي حجة الوداع كما سماها العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع أصحابه فيها، فقال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. والناس ينبغي أن يتقربوا بالقربات وأن يتعبدوا بالعبادات على سبيل الوداع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا صلاة مودع، أي افعل العبادة كأنك تموت بعدها، فلا بد فيها من إتقان، ولا بد فيها من اتباع، ولا بد فيها من إخلاص، ولا بد فيها من تأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد فيها من خشوع وخضوع ولجوء إلى الله عز وجل، ولا بد فيها من رجاء لرحمة الله عز وجل وثوابه، وخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه. كل هذا ينبغي أن يكون في العبادة، إذا كانت العبادة من المودع، إذا كان يودع الدنيا بهذه العبادة، أو أنها آخر أعماله التي يعملها في هذه الحياة الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج في هذا في السنة العاشرة، أي في آخرها، ومات صلى الله عليه وآله وسلم في أول السنة الحادية عشرة، في شهر ربيع في أوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنها كانت حجة مودع حقيقية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كان الأمر كذلك لأن الحج إنما وجب في السنة 9 في عام الوفود بنزول صدر سورة براءة
بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما ما نزل في السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا كان في وجوب من شرع في الحج أن يتمه أو من شرع في العمرة أن يتمها، ولم يكن ذلك في ابتداء الوجوب للحج، وإنما وجب الحج بنزول قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة، وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب ينادي في الناس بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنه قبل السنة التاسعة كانت الأصنام حول الكعبة 360 صنما كانوا حول الكعبة، وعلى الكعبة رسوم فيها إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، وكل ذلك كان مانع من الحج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سلمت الكعبة من ذلك بفتح مكة، وكان في العام التاسع كان الناس ما يزالون يحجون، يعني المشركين، وما كان كذلك ما زال العراء يطوفون بالبيت، لأنه كان اعتقاد عند أهل الشرك أنهم لا يطوفون بالبيت في ثياب عصوا الله عز وجل فيها، فكانوا إذا وجدوا من يعيرهم ثيابا من قريش أخذوها فطافوا فيها، وإلا فطافوا بالبيت عراة نساء ورجالا. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وعليا ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما خلت الكعبة من المنكرات حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريفة. قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج، وفي العام العاشر أذن مؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فاجتمع الناس كل من يستطيع الحج اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما بقي في المدينة أحد يستطيع أن يحج إلا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر: فجعلت أنظر من بين يديه مد البصر من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، أي اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنك تنظر مد البصر من الناس أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيننا، وعليه ينزل القرآن، وما عمل به من شيء عملنا به، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يأتمر بوحي السماء، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالعبادة والمناسك والشرائع من عنده، وإنما كان يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك لا ينبغي أن تكون العبادات ابتكارات أو بنات أفكار العباد، وإنما ينبغي أن تكون من عند الله عز وجل، أنزلها الله في كتابه أو أودعها في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلا تصح ولا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت كذلك. ورسول الله بيننا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به حتى أتينا ذا الحليفة، وذا الحليفة ميقات أهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت مواقيت مكانية، أي حدد أماكن لا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يتخطاها إلا أن يحرم منها، وجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طرق الناس، فجعل لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الطريق الآخر الجحفة، أي لأهل مصر والشام جعل لهم الجحفة التي هي رابغ الآن، فجعل لهم لأهل الطريق الآخر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل.
فهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالهن لهن، أي هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي لا يريد الحج أو العمرة قصد التجارة أو مصلحة أو شيء من هذا فإنه ليس عليه أن يحرم، وإنما إذا أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتخطى هذه المواقيت إلا محرما، أي قد أهل بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، أي النسك الذي يريد أن يهل به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى ذا الحليفة، فاغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ركعتين عند الشجرة، أي عند الشجرة التي كانت عند مسجد ذي الحليفة الذي يوجد الآن في أبيار علي. هذا المكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عنده، ثم أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر عباد الله، هذا الأمر عباد الله يشرع فيه أن يكون الإحرام بعد صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، وليست هناك سنة خاصة بالإحرام كما يعتقد كثير من الناس، وإنما السنة أن يحرم بعد صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت هذه الصلاة نافلة، صلاة ذات سبب كركعتي الوضوء أو غيرها، ثم أو تحية المسجد أو غير ذلك، ثم يحرم بعدها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الشجرة فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب الغسل للإحرام. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عند الشجرة، ثم أرسلت إليه فاطمة بنت عميس، فاطمة بنت عميس وكانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي قبل ذلك كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها ولدت محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إليه كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا فيه أن المرأة إذا حاضت أو نفست في الميقات فإنها يجوز لها أن تحرم وهي على حالها، غير أنها تغتسل تطيبا لبدنها، ثم أنها تشد لجاما على مكان نزول الدم حتى لا يلوث ملابسها أو يلوث الأرض إذا مشت عليها. فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب الناقة القصواء التي كانت تسمى بالقصواء، ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقته، فلما استوت على البيداء، أي على أول الطريق الذي هو طريق الصحراء، الطريق المؤدي إلى مكة، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسك، فقال لبيك اللهم عمرة في حج، قال لبيك اللهم عمرة في حج، فأحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارنا بين الحج والعمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق هديا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق 63 بدنة، أي 63 بعيرا، هديا بالغ الكعبة، هديا لله سبحانه وتعالى. ومن ساق الهدي من الميقات لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح هديه، وعلى ذلك لا يجوز له إلا أن يكون قارنا. فأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقران في الحج، فقال لبيك اللهم عمرة في حج، ورفع صوته، وذلك ليس رفع صوت بالنية، فإن النية لا يجوز أن يتلفظ بها، وإنما هذا يعرف عند العلماء بتسمية النسك، لأنه لم يقل نويت حجا في عمرة أو عمرة في حج، وإنما قال لبيك اللهم عمرة في حج، فسمى النسك الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس يهلون بما يهلون، لا يعرفون إلا الحج، لا يعرفون إلا الحج، أي في زمن الحج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل قارنا، ثم لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك،
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي على هذه التلبية، لم يغيرها صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وصل البيت. وهذه التلبية لبى الناس بها، وكانوا يلبون بتلبيات أخرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكر عليهم تلبيتهم. كانوا يقولون لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكر على أحد تلبيته، وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي. والتلبية عباد الله سنة، ورفع الصوت بها مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الحج العج والثج. والحج إذا الحاج إذا لبى فإنه يلبي ما عن يمينه من شجر وحجر، وما عن شماله من شجر وحجر، وكل ذلك يشهد له عند الله سبحانه وتعالى. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرف، وهي بلدة على بعد 20 كيلو تقريبا من مكة، حاضت عائشة رضي الله عنها. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وهي تبكي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلك حطي، قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا فيه مواساة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن عشرة لأهله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أراد أن يخفف عنها هذا الأمر، فأراد أن يبين لها أن هذا الأمر ليس بيدك، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأنت لم تتدخلي في ذلك، وليس لك نصيب في منعك أو حرمانك من بعد الأذكار أو من بعد الشعائر التي لا تفعلها المرأة إذا حاضت. فقال: اغتسلي واستسفري بثوب، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا فيه أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها تصنع كل ما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة، وتقف على المشعر الحرام وتبيت بمنى، وترمي الجمار، وتقص شعرها، وتحلق هديها، وتكبر الله سبحانه وتعالى، وتلبي، تفعل كل ذلك غير أنها لا تطوف بالبيت. وإذا لم تطف لم تسعى، لأن السعي مرتب على طواف صحيح، فإذا لم يكن ثم طواف لم يكن هناك سعي، فلا بد أن يكون السعي مرتب على طواف، وإذا صح الطواف صح السعي، وأما إذا لم يكن الطواف صحيحا بطل أيضا السعي. فهي لا تصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أتى بئر ذي طوى، وهو بئر يبعد عن البيت الحرام مسافة كيلوين تقريبا، في منطقة شمال البيت الحرام. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فيه، اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتى صلى الله عليه وآله وسلم البيت، فاستلم الحجر وقبله صلى الله عليه وآله وسلم وكبر، ثم طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طاف راكبا ليراه الناس، لأن الناس كانوا يتزاحمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 أشواط، فرأته امرأة وهو على بعيره، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعها طفل رضيع. فرفعته فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 أشواط، بدأها بالحجر، وانتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الحجر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمزم، فوجد العباس ينزع من البئر ويسقي الناس، لأن السقاية كانت في آل العباس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم.
أي أن الناس يتزاحمون تزاحما شديدا للتبرك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلوا من الماء فشرب منه وصب على رأسه وتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ماء زمزم لما شرب له، وقال هو طعام طعم وشفاء سقم صلى الله عليه وآله وسلم، فبين فضل هذا الماء. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركن فاستلم الحجر صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتى إلى الصفا، فلما رقى على الصفا ورأى البيت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أبدأ بما بدأ الله به، أي أبدأ بالصفا لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال أبدأ بما بدأ الله به. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه ذكر هذا الذكر 3 مرات ودعا 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على الصفا قاصدا المروة، فلما استقرت قدماه بالوادي سعى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عند العلامة الخضراء التي حدوها من هنا ومن هناك، أي المسافة التي يسعى فيها الحاج، وكانت هذه هي الوادي، أي الأرض المستقرة المستوية، ثم بعد ذلك صعود إلى المروة، وقبل ذلك نزول من على الصفا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقرت قدماه في الوادي سعى، وإذا صعدتا يعني على المروة فإنه كان يمشي مشيا عاديا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أتى إلى المروة صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أتى عند المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الأذكار، قال الذكر هذا 3 مرات، ثم دعا 3 مرات، ثم نزل من على الصفا من على المروة إلى الصفا، فعل ذلك 7 مرات، بدأ بالصفا وانتهى عند المروة، أي في الذهاب كان شوطا وفي الإياب كان شوطا. فذما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المروة أمر الناس أن يحلوا، وقال: من كان معه الهدي فلا يحل، أي من ساق هديا فلا يحل، أما بقية الناس فعليهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. وذلك أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، وأبلغه جبريل أن أفضل النسك التمتع، وهو أن يأتي الإنسان بالعمرة في زمن الحج ثم يتحلل وينتظر إلى وقت الحج فيحرم بالحج، فيتمتع بالتحلل ما بين العمرة إلى الحج، وهذا أفضل النسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يتحللوا، فقالوا: يا رسول الله، جئنا نهل بالحج لا نعرف إلا الحج، حتى إذا كان بيننا وبين عرفة 2 أو 3 نتحلل ونأتي النساء. فهذا كان ربما كبر في صدورهم، ولكن الشرع لا يحكم فيه العقل، الشرع هو دين الله عز وجل، والشريعة هي شريعة الله، والله عز وجل يعبد كما أراد هو، ليس كما أراد العباد،
لا تتحكم العقول في الشرائع. لو كان الدين بالعقل لكان مسح الخف أسفل الخف أولى من مسح أعلى، ولكنها شريعة يبتلي الله عز وجل بها العباد ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. قالوا: يا رسول الله، جئنا الحج لا نعرف إلا الحج، أي لا نعرف إلا الحج في زمن الحج. وهذا هدمه النبي صلى الله عليه وسلم. كان أمرا في الجاهلية أنهم لا يرون جواز العمرة في زمن الحج، لا يرون جواز العمرة في زمن الحج، فهدم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هدم أمورا كثيرة من الجاهلية في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت كما تحلون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحللوا، فتحلل كل من كان لم يسق هديا. وبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضع قليل من أصحابه، وجاء علي من اليمن ومعه 37 بدنة، هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100. فدخل على فاطمة فوجدها قد تحللت ولبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فغضب علي رضي الله عنها وقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي أمرني بهذا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرضا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أمرتها بهذا، بما أهللت؟ أنت بما أهللت؟ ما هو إحرامك عند الإحرام؟ قال: قلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك. لا أعرف بما أهللت، لكن قلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل، فإني قد سقت الهدي. لأنه أهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأشركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه. وجاء أبو موسى الأشعري من اليمن مع علي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك أن تتحلل. فأمر أبو موسى بالتحلل، وأمر علي أن يبقى على إحرامه، وذلك لأنه أشرك عليا في هديه ولم يشرك أبو موسى في هديه، فصار لم يسق الهدي، فكان التمتع له أفضل، والقران لمن ساق الهدي هو الواجب عليه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يجوز لمن ساق هديا أن يتحلل حتى يأتي موضع الهدي، أي ميقات ذبح الهدي، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العاشر من ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر هنا الإهلال المعلق، فإنهم لم يقولوا لبيك اللهم عمرة، ولم يقولوا لبيك اللهم حجا، ولم يقولوا لبيك اللهم عمرة في حج، وهذه أنواع الإهلال، وإنما أتوا بإهلال الرابع وهو الإهلال المعلق. فإنهم علقوا إهلالهم، أي إحرامهم، على إحرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جائز. لو كان هناك من يسير في رفقة ولها مرشد أو لها فقيه يوجه أو دليل أو هادي أو شيخ، وهو لا يعرف مناسك الحج، قد يأتي يقول: اللهم إهلالا كإهلال فلان، فإذا لقيه قال: بما أهللت؟ فقال: بكذا، وعلمه ماذا يفعل. فهذا كله تيسير على البشر، وهذا كله رفق ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الإهلال من علي ومن أبي موسى رضي الله عنهما. ومكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم الثامن من ذي الحجة، حتى يوم الثامن من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، أو لأربع، أي كان بقي على نهاية الشهر ذي القعدة 5 أيام أو 4 أيام. ثم وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة لخمس خلون من ذي الحجة أو لأربع، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع هذه المسافة، وهي 450 كيلومتر،
قطعها في 9 أيام. فكانت العرب تمشي في اليوم 50 كيلومتر، تمشي العرب في اليوم 50 كيلومتر، ونصف اليوم 25، ويسمى بريدا، أي يسمى بريدا أي نصف اليوم. فقطعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 9 أيام صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أياما 3 أيام، حتى يوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يهلوا بالحج، أن يحرموا بالحج، أن يتجردوا من ملابسهم، وأن يتجنبوا محظورات الإحرام، وأن يهلوا بالحج. فأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج من مكة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منى قبل الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى الفجر. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظر حتى طلعت الشمس، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة في صبيحة يوم 9 من ذي الحجة. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نمرة، وهو واد من الحرم، نمرة واد من الحرم في وادي عرنة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوادي، فوجد أصحابه قد ضربوا له قبة من شعر فنزل بها، أي خيمة من شعر، فنزل بها صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا زالت الشمس قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن، فصلى الظهر ثم صلى العصر ولم يسبح بينهما جمع تقديم وقصر، فصلى الظهر والعصر. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في خطبة جامعة مانعة، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله عز وجل على شهادة أصحابه فيه أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عرفة، كل ذلك كان خارج عرفة في وادي عرنة في نمرة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفة، فأتى إلى الجبل صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف على الصخرات التي في أسفل الجبل، وقف يدعو الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس. ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مزدلفة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع من عرفة بعد غروب الشمس، ونتشنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجام القصواء حتى لا تؤذي الناس، ويشير إلى الناس: أيها الناس،
السكينة السكينة حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا من شدة الزحام في دفع فالدفع من عرفة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما وجد فرجة أرخى للقصواء حتى تمشي، فإذا ازدحم عليه الناس شنق القصواء حتى لا تؤذي الناس، حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزدلفة. فأتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العشاء، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر في العشاء، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدها، لأن اليوم هو يوم عرفة كان يوم شغل كبير، وفي اليوم الذي بعده وهو يوم النحر هو يوم شغل كبير أيضا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل ناحية المسجد الذي يوجد الآن في مزدلفة، فأتى إلى المشعر الحرام فأخذ يدعو الله عز وجل حتى أسفر جدا، أي كادت الشمس أن تطلع، ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، فرماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع حصيات. جعل جانبه الأيسر ناحية مكة، والجانب الأيمن ناحية منى، لأن هذه الجمرة هي آخر منى، هذه الجمرة هي آخر منى، ثم أنت تنتقل بعد ذلك إلى مكة إذا خرجت بعد هذه الجمرة. فجعل يرميها من اتجاه واحد، وهو الاتجاه الذي يكون جانبه اليسار ناحية مكة واليمين إلى ناحية منى، فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، وهي مثل حبة الباقلاء كالفول والفاصوليا وغيرها. يأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإبهام والسبابة، ثم يلقيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحوض ويكبر مع كل حصاء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى رماها بسبع حصيات صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى هديه فنحره صلى الله عليه وآله وسلم 100 بدنة، كانت هديا بالغ الكعبة، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم السكين فذبح 63 بيده، ثم أعطى السكين لعلي فأكمل 100 رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها أن تطبخ، فأخذ من كل بدنة قطعة، أي 100 قطعة، فوضعها في قدر فأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن السنة أن تأكل من الأضحية أو تأكل من الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يأكل من كل هديه، وهذا لا يستطيعه، لا يستطيع أن يأكل 100 قطعة، فوضعها في قدر فأكل ما استطاع، ثم شرب من مرقها جميعا. فإن المرق يعني الشربة كانت هي شربة 100 بدنة، لأن فيها 100 قطعة، قطعة من كل بعير، فأكل ما شاء ثم بعد ذلك شرب من مرقها جميعا. وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت فطاف 7 أشواط صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد إلى منى فصلى بها الظهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وذبح 100 بدنة بيده، وطبخها، وأكل من لحمها، وشرب من مرقها، وأتى مكة فطاف بالبيت، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر، وكان الناس ينتظرونه. وهذه هي البركة التي كانت في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو ذبحنا نحن بعير واحد لمكثنا فيه من أول النهار إلى آخر الليل، ولكنه 100 بعير، ثم أنه أتى مكة وعاد وطاف بالبيت وسط هذا الزحام، وكل ذلك كان قبل صلاة الظهر. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمكة، الظهر بمنى، ثم مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى 3 أيام بعد هذا اليوم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر في الرباعية. وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني الجمرات، فبدأ بالصغرى فرماها بسبع حصيات، ثم انحرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يسارها فدعا الله سبحانه وتعالى، ومكث وقتا طويلا يدعو، ثم توجه إلى الجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات، ثم انحرف يسارا صلى الله عليه وسلم عن يمين الجمرة، ثم دعا الله سبحانه وتعالى طويلا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات ولم يدعو بعدها صلى الله عليه وآله وسلم. فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام الثلاثة. وكانت عائشة قد طهرت في يوم عرفة، فإنها قد طهرت في يوم عرفة رضي الله عنها، لأنها كان هذا هو اليوم السابع لها، فإنها السادس لها، فإنها طهرت في يوم عرفة، ففعلت ما يفعل الحاج وطافت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أيام منى ورمى الجمرة بعد الزوال في اليوم الثالث ولم يتعجل صلى الله عليه وآله وسلم، دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيم في منطقة قريبة من مكة تسمى المعابدة في هذا الوقت، يعني أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اكتمل أصحابه وانتهوا من شعائرهم، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحل، فوجد عائشة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ألا ترى أن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع أنا بنسك واحد؟ لأنها لم تفعل إلا شعائر الحج، وإن كانت قارنة في ذلك، لكنها أرادت أن تفصل كما فصل الناس. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تهوى ذلك، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فخرجت إلى التنعيم الذي فيه مسجد عائشة الآن، لأن هذه السنة شرعت لأجلها، لأجل عائشة رضي الله عنها. فأمرها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فاعتمرت رضي الله عنها. فلما هم بالرحيل دخل على صفية رضي الله عنها فوجدها تبكي وأنها قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أظن أنك حابستينا، يعني سنحبس حتى تطهري. فقالوا: إنها أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. فقال: إذن لا. فارتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه تشريع آخر ببركة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد طواف الإفاضة فليس عليها طواف وداع، ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت ثم ودعه صلى الله عليه وآله وسلم. الوداع إلى المدينة والوداع الأخير الذي لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت بعده، ولا زال أهل ملته من كل حدب وصوب يأتون بعده صلى الله عليه وآله وسلم، يتأسون به ويعملون بعمله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال يكتب ذلك في ميزان حسناته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال الحج يكتب له من كل من حج بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زال يجري عليه قلم حسنات الحج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم مكن لنا ولهم دينك الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل الرشاد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.